واحد بيقول لماذا قيل في سفر اللاويين انه يمكن تقديم ذبيحة دقيق بالرغم من ان الذبيحة يجب ان ينتج عن ذبح دم، لانه بدون سفك دم لا تحدث مغفرة، فكيف يستخدم الدقيق ذبيحة؟ الكتاب ما قالش ان تقدمة الدقيق ذبيحة، ده انت جايتها من عندك، اسمها تقدمة الدقيق مش ذبيحة الدقيق. وتقدمة الدقيق ترمز الى ناسوت المسيح الكامل ولا ترمز الى الفداء، هي في الاصحاح الثاني من سفر اللاويين، مش ذبيحة لا.